الاكل طبعا في الشتاء مختلف جدا، وكل واحد بيحب يعني ياكل الحاجه على مزاجه طبعا، ايا كان بقى الحاجه دي شتويه حاجه مش شتويه، بس دايما في طقوس كده ان في اكل شتوي بيتاكل في الوقت ده، ده طبيعي جدا. لكن بقى لقوا ان اغلبيه الناس اللي ممكن ما بتحبش الشتاء وبتبرد بسرعه جدا، علشان خاطر برضو في عوامل مساعده للقصه دي. اول حاجه قال لك ايه، ان هو مثلا ممكن عنده نقص مثلا في فيتامين بي 12 مثلا، ان هو بيعاني من القصه دي باستمرار، فممكن هو بيبرد بسرعه جدا. يعني احنا عندنا تحليل لا في حاجات تاني ممكن تكوني ما بتشربيش ميه كتير، المفروض اقل حاجه تشربي 8 كوبايات ميه في اليوم. حتى لو مش 8 بالظبط، انت ممكن مثلا تاكلي خيار خاص اللي هي الحاجات اللي فيها الياف وفيها سوائل كتير او عصاير، ده برضو بيعوض معاك. نقص الميه بيسبب البرد، نقص النوم كمان بيسبب البرد. عندك ايه مشاكل تانية بقى بتسبب؟ هو يعني عايزه اعلق كمان على، هقول لك انا عندي مشاكل كتير، بس قبل ما اقول المشاكل اللي عندي انت احكولي انت احكولي احكي لك دلوقتي. يمكن كمان فكره شرب المايه بتختلف من وزن كل واحد والتاني، يعني ممكن واحد يبقى وزنه مثلا كبير شويه فمحتاج ان هو يشرب مايه عشان يعوض طبعا كميه المايه اللي بيفقدها من جسمه، ولو واحد مثلا رفيع ممكن برده كميه 8 كوبايات تبقى بالنسبه لنا مفيده. لكن مش بس نقص بي 12 في الجسم او ان هو يكون ما بيشربش ميه كتير، لكن كمان الغده الدرقيه ممكن يبقى فيها مشاكل، وده يسبب ان الشخص طول الوقت درجه حراره جسمه مش مظبوطه ويحس بالبرد، حتى لو هو الجو مش برد قوي طول الوقت ممكن يبقى عنده مشاكل فيها. كمان ممكن يبقى شخص رفيع جدا فبيبقى الله يخليك احنا زي بعضينا يا عمر احنا رفيعين، بس الفكره طبعا لما يكون واحد وزنه زياده شويه بيبقى فيه دهون في جسمه اعلى من الشخص الرفيع، فالدهون دي برضو بتدفي البني ادم. بتدفيه؟ طبعا.